Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. اهدى ثم انطلق ونشتلقوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هو الفرق ما بين الخجل والخرس الانتقائي. الخرس الانتقائي ما يعبر عنه بالمصطلح الفرنسي لوموتيزم سيليكتيف، هو اضطراب نفسي يتسبب فيه قلق مركب نلقاوه فيه الصغير اللي هو غير قادر على الكلام أو التواصل بفاعلية في مواقف اجتماعية منتقات، يعني كيف الدراسة، ولكن نلقاوه قادر على الكلام والتواصل في مواقف اجتماعية أخرى وقت اللي يكون مثلا فيها صغير مرتاح ويحس بالأمان والحماية كيف الدار. وأكثر من 90% من الصغار اللي يعانيوا من الخرس الانتقائي يعانيوا زادة من القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي، ما يعبر عنه بالمصطلح الفرنسي لافوبي سوسيال. وتختلف أعراض الخرس الانتقائي عند الصغار. نلقاو اللي يعاني من الخرس الانتقائي الكامل يتكلموا كان مع مجموعة قليلة من الناس اللي يحسوا معهم بالأمان، أكثر الوقت يتكلموا في شكل همس وينجوا زادة من الخوف في المواقف الاجتماعية وإلا من غير تعابير تواصلية ضرورية للتواصل الاجتماعي. ومعظم الصغار اللي يعانيوا من هذا الاضطراب تكون الدرجة متاعه خفيفة، فتلقاه يتواصل مع زميل واحد فقط داخل القسم ولكن غير قادر على التواصل مع المربي، وساعات يصفوه البعض بطريقة خاطئة على كونه حالة حشمة أو خجل وما نفهموش اللي هي حالة مرضية ما يعبر عنه بالخرس الانتقائي. وبهكا خليكم مع موجة الحياة فهم الموجة الإيجابية للصحة النفسية. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on.